السلام عليكم، معكم دكتور هيثم المكاوي من قسم علم الأحياء كلية العلوم جامعة الملك خالد. هنشرح مع بعض جزء علم الحيوان في مقرر 101 حياة. وأول موضوع هنتكلم فيه مع بعض عن الخلية. وتعريف الخلية هو إن الخلية هي الوحدة التركيبية والوظيفية في جسم كائن حي، يعني هي المسؤولة عن التركيب، هي الوحدة الأساسية وهي اللي بتقوم بالوظيفة الأساسية في جسم كائن حي. وللخلية أكتر من شكل زي ما احنا شايفين، يعني أشكال متعددة من الخلايا، ممكن تكون شكل كروي أو شكل عصوي أو شكل بيضاوي زي ما احنا شايفين قدامنا في الرسم. بعد كده بنتكلم عن أنواع الخلايا. فالخلية اللي احنا اتكلمنا عنها انها الوحدة البنائية والتركيبية في جسم الكائن الحي بتنقسم الى نوعين اساسيين من الخلايا، قد تكون خلايا بدائية النواة، ورقم اثنين خلية او خلايا حقيقة النواة. والتقسيم ده او التصنيف ده بيتم حسب تركيب النواة. ففي الخلايا بدائية النواة، النواة لا تحاط بغشاء نووي، نون نيوكلير ممبرين فيها، وده زي مثالنا في كده البكتيريا اهو، البكتيريا قدامنا بيكون النواة غير محاطة بغشاء نووي، مفيش غشاء نووي. النوع الثاني والنوع يعتبر النوع الكبير اللي بيضم أغلبية الكائنات الحية هي الكائنات اللي هي حقيقة النواة، وتكون النواة فيها مغلفة ب أو محاطة بغلاف نووي زي الخلايا الحيوانية والنباتية. أدي مثلا قدامنا، أدي خلية حيوانية موجود فيها الغشاء النووي، برضو نفس الصورة بتوضح لنا اللي هو دي خلية حيوانية وفيها الغشاء اللي هو النووي اللي بيحيط بالنواة. اهو برضو دي خلية نباتية محاطة بغلاف نووي. اذا الخلية الحيوانية والنباتية بتكون مثال واضح جدا عن خلايا حقيقية النواة. بعد كده بنتكلم عن تركيب الخلية. وتركيب الخلية، الخلية بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسية: واحد غشاء بلازمي، اثنين سيتوبلازم، رقم ثلاثة النواة. الغشاء البلازمي هو غشاء موجود او بيحيط بالخلايا، سواء الخلايا كانت نباتية او حيوانية. رقم اثنين، طبعا هو الغشاء البلازمي له وظائف كتير هنتكلم عنها كمان شوية. رقم اثنين السيتوبلازم هو المكون الثاني والرئيسي، هو عبارة عن مادة شبه سائلة يعني زي الجيلي كده، تسبح فيها عضيات الخلية، هنتكلم عنها برضو كمان شوية لما نتكلم في تفصيلة السيتوبلازم. رقم ثلاثة ومكون برضو رئيسي للخلية هي النواة، وتكون النواة موجودة طبعا إذا كانت خلية حيوانية بتكون موجودة في، لو دي خلية مثلا حيوانية بنلاقيها موجودة في السنتر بتاع أو في المركز بتاع الخلية الحيوانية، ولو كانت خلية نباتية بتكون موجودة في الطرف، لكن في كلا الأحوال النواة موجودة وهي المسؤولة عن مركز السيطرة على الخلية. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.